أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا تواجه عدوانا في القطاعين الاقتصادي والتكنولوجي من قبل بعض الدول، لكنها تتغلب بشكل ثابت على الضغوط الخارجية. قال بوتين في كلمة خلال اجتماع حكومي خاص بالشؤون الاقتصادية إن تكتيك شن حرب خاطفة اقتصادية ضد روسيا لم ينجح، لافتا إلى أن موسكو نفذت تدابير وقائية فعالة بشكل فوري. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها رومانيا بقيمة 1.5 مليار يورو في إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة. تهدف الخطة إلى تعويض جزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة، وبالتالي خطر نقل هذه الشركات إنتاجها إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي مع سياسات مناخية أقل طموحاً. أعلنت وكالة الإحصاء التشيكية أن معدل التضخم في البلاد بلغ 17.2% سنوياً، ذلك خلال شهر أغسطس الماضي، ليسجل تراجعاً لأول مرة منذ 13 شهراً. أوضحت الوكالة أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف بعد أن سجل في شهر يوليو الماضي 17.5%. يرجع ذلك إلى تراجع أسعار الوقود بشكل طفيف في أغسطس، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأصبح السكن أكثر كلفة. خصصت المفوضية الأوروبية 3.26 مليار يورو في إطار سياسات التماسك الأوروبية لدعم سلوفينيا في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتحول الرقمي وتنفيذ الأهداف المناخية لديها. ذكرت المفوضية أن هذه الأموال ستعالج الفوارق الإقليمية في سلوفينيا من خلال تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وتمكين التحول الرقمي للاقتصاد والاستثمار في الإدماج الاجتماعي والتدريب على المهارات والتوظيف والمساعدة في تحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي في البلاد. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن الاقتصاد البريطاني عانى من حالة ركود في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، حيث أثرت أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة على الموارد المالية للأسر وأنشطة الأعمال، وتسببت في عدم تحقيق النمو المتوقع. أوضحت الصحيفة أن إنتاج المملكة المتحدة ظل ثابتاً خلال هذه الفترة مع انخفاض النمو، كما أكدت صحيفة بزنس توداي أن الاقتصاد البريطاني شهد معدلات نمو أقل من المتوقع في يوليو، الأمر الذي ينذر بالركود خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي أضر بالطلب على الكهرباء وأدى إلى قفزة في تكلفة المواد الخاصة بقطاع البناء. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 10%، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% عن يونيو الماضي، هو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4%. وإلى أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية أمس الاثنين، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 19.29 جنيه للشراء و 19.35 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 19.40 للشراء و 19.73 جنيه للبيع.
كما استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري عند 22.37 جنيه للشراء و 22.62 للبيع. كذلك استقر أيضا سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري وسجل 2.76 للشراء و 2.78 جنيه للبيع. ومن العملات الأجنبية إلى العملات العربية، حيث استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند سعر 5.12 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 5.25 جنيه للشراء و 5.27 جنيه للبيع. وإلى أسعار الذهب في الأسواق المصرية أمس الاثنين، حيث سجل عيار 21115 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 1274 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 956 جنيها للجرام. أما الجنيه الذهب فسجل 8920 جنيها. مشاهدينا، إلى هنا انتهت أخبارنا الاقتصادية، والآن عودة إلى الزميلة دعاء جاد الحق لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك دعاء. شكرا لك يا يارا، وهذا الصباح بالفعل لسه متواصل مع حضراتكم.